والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمرين بالطبقات الكبرى لسيدي الطعيمي الأسيوطي المصري محي الدين. الطبقة الرابعة محمد بن أحمد أبو علي الهاشمي القاضي الشريف، كان إمام عصره عالي القدر عند الخلفاء العباسيين، وكان إذا زار يقبل قبر الإمام أحمد بن حنبل، وكان يرى الملكين، وهذا من كرماته. ملكين اللي هما منكر ونكير، ولا الملكين العلمين وشماله؟ مين هم هذول العيل؟ مبشر وبشير معهم. وين مكانهم؟ عند المي، عند القبر. كل قبر ولا بس الأولياء؟ سيد الحجاز السوقي الصالحين. محمد بن علي أبو طالب العشاري كان من الزهاد، صاحب ابن بطة، الله رجع مرة ثانية من بطة. ومن كراماته ما حكاه الطيوري، قال لي بعض أهل البادية إذا قحطنا استسقينا بابن العشاري فنسقى. الطبقة الخامسة محمد بن الحسين أبو يعلى إمام الحنابلة العربلات زاهد المصنف المجدد الحبر الجهبذ، الله، من كراماته ما حكاه سعود الحبشي الصوفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد العشرة ومعه العشرة المبشرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مع العشرة المبشرون: جئت وأصحابي صليت على أبي يعلى بن الفراء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يصلى عليه. اي والله. ومن كراماته قال احمد بن العلثي الزاهد: رايت القاضي ابا يعلى بعد وفاته في الشهر الذي توفي فيه في احدى ليالي القدر، وقد ازداد حسنا الى حسنه ونورا الى نوره، وكانه ميت وهو ملقى على ظهره. ومن كراماته قال ابن جدى: سالت الله تعالى ان ارى القاضي ابا يعلى في النوم بعد موته، فرايته فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي أبا الحسين: وحقك لقد هدينا لأمر عظيم. ومن كراماته رأى بعض الناس ابن بكير العبكري في النوم بعد موته، فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: أنا عند القاضي أبا يعلى. فقال له: هل علمت أنك قريب من تربته؟ فقال: أنا عنده في الجنة. ومن كراماته حكى بعض الناس قال: رأيت كأني في جامع باكرما، وهي قرية على نهر ملك، وجمع مجتمع، فدخلت إلى الجامع فرأيت 3 أشخاص على المنبر، فقلت لبعض من كان بقربي: من هؤلاء؟ فقال لي: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فقلت: يا رسول الله، بمن يقتدى؟ فأومى إلى شيخ قاعد على المرقات التحتانية من المنبر، فقلت له قلت لمن كان بقربي: من هذا الشيخ؟ فقال لي: هذا أبو يعلى بن الفراء، فإن صحت هذه الرؤيا فقد كان غوث زمانه. بيقولوا بمن أقتدي. مقتدي.